السلام عليكم، اهلا بكم مره اخرى في وصفه جديده من وصفات مطبخ نصيره. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير بيعات بشانيل والدجاج. تقدروا ديروهم في العشاء او في الفطور، جو بنان بزاف وطريين وخفاف، وراح تشوفوا راح نديروهم مع بعض وان شاء الله يعجبوكم. اذا لتحضير بيعات الدجاج نحتاج الى، طبعا الدجاج نطيبوه يكون طايب ونقطعوه قطع صغيرة كما هكذا، ربع حبات بيض تاني تغلوهم، توابل عندي الحرور والملح، وهنا عندي بشاميل. بشاميل راني درتها معاكم في فيديو اخر، يعني تقدروا تشوفوا البشاميل وصفه البشاميل في الفيديو اللي راه الرابط تاعها في اسفل الفيديو او في لا ديسكريبسيون. لكن هذاك البشاميل اللي درناه كان يعني درت لكم كميه كبيره، درتها بثلاث كيسان حليب، لكن هنا نحتاجوا فقط كميه صغيره، نديروا غير كاس حليب ونتقلوها شويه اللي قد تجي ثقيله المره اللي فاتت باش ما تغبلناش، يعني تجي ثقيله شويه على الخطره اللي فاتت. وهنا عندي الفرماج، فرماج يعني ديروا اللي حبيتو، سواء فرماج هذاك بورسيون تاع القطع ولا اي فرماج يكون متوفر عندكم. وهنا من بعد باش نرمدوهم نسحقوا لا شابلور او الخبز ملحي، الفارينه وثلاثه بيض. الان نمروا الى طريقه التحضير. اذا اول شيء على هذا الدجاج راح نزيدوا البيض تاعنا، قطعوه هكذا على اربعه، على اثنين عفوا، ونقطعوهم هكا يكونوا عندنا اربعه هكذا. هاد الصبيعات يجو خفاف بزاف يعني، ويدوبوا في الفم هكذا. نقطعوا هذا البيض كاع تاعنا، راح نزيدوا البيشاميل تاعنا كما قلت لكم، ليق البيشاميل تكون ثقيله هكذا باش ما تغبنكمش. الحرور والملح، الملح نديرو غير شويه خاطش البشاميل فيها الملح، ومام يعني الدجاج طايف الملح. ونزيدو الفرماج تاعنا ونخلطو كلشي مع بعض. هكذا نخلطوا كل شيء مع بعض، فوالا الخليط تاعنا دروك راه جاهز. الان مروا الى المرحله الثانيه. الان نخلطوا كما راكم تشوفوا هنا، راني خلطت البيض تاعي مع شويه تاع ملح. نبداو هنا في هذه المرحله نخدموا بيدينا، ناخذوا شويه من الخليط هكذا نديروه اول شيء في الفارينه، من بعد في البيض، اخر شيء هنا في لا شابلور او الخبز ملحي. وهنا في الخبز نسيو نسقمو هكذا، نديرو على شكل صبيعات هكذا طوال هكذا. نزيدو وحده اخرى، كونكم تخففوها تجي خفيفه البيشاميل. هنا غيتغبنكم كي تولوا تخدموا فيها هنايا او ترمدوا فيها، هنا غيتغبنكم بزاف، لكن كي تكون ثقيله كما راكم تشوفوا هنا هكا ما تغبناش هكذا. وهنا نشقموها. هكذا فوالا، انا راح نكمل الخليط كامل نديره كاع كيما هاك ونقليه في الزيت، ومن بعد نوريه لكم جاهز في طبق التقديم. هادو هما صبيعات تاعنا راهم واجدين، صبيعات الدجاج مع البيشاميل، يجوا روعه
خفاف وطريين ويدوبوا في الفم، ننصحكم تجربوهم، يجوا رائعين يعني كوجبة في الغداء أو العشاء. كما راكم تشوفوا يجوا شكلهم شكل صبع، سبورسا يعني سموهم صبيعات، ويجوا خفاف وطريين كما راكم تشوفوا، يدوبوا في الفم لأنه فيهم غصوالح الخفاف. هادو هما صبيعات تاوعنا، إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم. كالعادة نقول لكم تلاقاو مقادير الوصفة تحت الفيديو في الديسكريبشن أو لا ديسكريبشن تحت الفيديو، ونقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناة، تابعوني باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله، مع السلامة.